كم الشخص يولد ويكبر ويموت من غير ذكر؟ هو أشخاص، بعض الأشخاص اسمهم يملأ الدنيا وحتى الآخرة. منهم هذا البطل اللي وقف التاريخ عند قدميه، وفي يوم القيامة الجميع يقف من أجل كفيه، لما السيدة الزهراء عليه السلام ترفع كفوفه حتى تبين لكل الناس كم هو عزيز على قلبه. زين استاذ علاء، اليوم شنو راح تكون المقدم؟ بلا مقدم، الاسم وحده يكفي، العباس عليه السلام. تعال خلنا ندخل. طبعا من اللحظه الاولى اللي قرر امير المؤمنين عليه السلام الزواج وانجاب شخصيه مميزه مثل ابي الفضل العباس عليه السلام، حرص على اختيار الام لان يعرف تاثير الام على اولادها. من عندنا ما يعرف السيده ام البنين عليه السلام والده ابي الفضل؟ علمته يقول لاخيه الامام الحسين عليه السلام يا سيدي، ويقول له انت ابن السيده وانا ابن الامه. لاحظ التربيه. العباس عليه السلام شارك ابيه في حروبه وكان شاب صغير يصول بالحروب ويجول، وكان ملثم وما يقف احد بوجهه. بس استاذ علاء، اكو هواي تفاصيل عن ابو فاضل العباس عليه السلام، لكن ما منطلعين عنها، نعرف فقط شجاعته في معركة الطف. صحيح، العباس عليه السلام عاش قرابة 35 سنة، وكان سلام الله عليه من علماء آل محمد، حتى يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال إن ولدي العباس زق العلم زقة. شلون الواحد يصير عنده ولد مثل أبو فاضل العباس عليه السلام؟ بالمقدمات، المقدمات أنك تكون مؤمن وواعي حتى تعرف كيف تتعامل مع زوجتك، لأنه نصف التربية أساساً هو من تعامل الزوجين. إذا بيت كله مشاكل أو بيت ما بيه طمأنينة، هذا كله راح يأثر على شخصية الأولاد، وأيضاً تختار زوجة صالحة. لذلك حرص أمير المؤمنين عليه السلام على اختيار زوجته بأفضل طريقة، حتى أهلها كذلك. وكذلك لقمة الحلال والحرام إلها تأثير. الإمام الصادق عليه السلام يقول كسب الحرام يبين في الذرية، والحديث الشريف المعروف الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، يقصد الكاد من حلال، لأن من غير السهل تحصل على لقمة الحلال وبسهولة. انطينا بعد شوية عن حياته. تزوج العباس عليه السلام من السيدة لبابة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، يعني والدها ابن عم الإمام علي عليه السلام، واختلف الرواة في عدد أولاده، لكن المشهور خمسة: الفضل وبه يكنى، وعبيد الله، والحسن، والقاسم، وبنت واحدة. ونسل العباس عليه السلام استمر عن طريق ولده عبيد الله، وكان من العلماء والفضلاء. هسا وصلنا إلى كربلاء، مسرح الجمال. كان العباس عليه السلام عاشق، يقول لإمامة بعد أن قال اذهب وأنتم في حلم بيعتي، يقول له لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. كل هاي المواقف وأكثر ترجمها الإمام الصادق عليه السلام بحديث: كان عمي العباس بن علي عليه السلام نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين عليه السلام وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. نافذ البصيرة يعني أعلى درجة من البصيرة. شنو كان موقفه مع أخوته؟ وقف أمام أخوته وقال لهم يا بني أمي، تقدموا للقتال بنفسي أنتم، فحاموا عن سيدكم حتى تستشهدوا دونه. وصل الأمر إليه بعد أن لم يبقى للإمام من أخوته وأولاده أحد، وبعد أن أخذ العطش يعصف بمخيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، استأذن من الإمام حتى يذهب ويجلب الماء، وكان الإمام يعلم أنه الفراق، فقال له أنت حامل لوائي وصاحب عسكري، إذا ذهبت تشتت عسكري. أذن الإمام لأبي الفضل ودموع على وجنتيه الشريفة، وذهب سلام الله عليه ووصل إلى النهر وملأ القربة وحمل بكفيه الماء وصار ينظر للماء ولكن لم يشرب، وكلنا يعرف باقي القصة. قطعت يداه سلام الله عليه، ولما خد الشريف اتوسد على التراب وصاح السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما ترك حتى السلام بآخر لحظاته، وما ترك شيء إلا وفعله حتى يرضي سيده. لذلك حين قتل
قال الإمام الحسين عليه السلام عند جسده كلمة ما قالها لأحد، قال: الآن انكسر ظهري. يا ترى هل فهمنا العباس عليه السلام؟ سبحان الله، شنو المنزل اللي وصلها أبو فاضل العباس عليه السلام؟ لا أحد يعرف غير الله والمعصوم. الإمام الحسين عليه السلام يقول: اركب بنفسي أنت. أستاذ علاء، هواي فكرت بهاي الكلمة بنفسي أنت، يعني نفسي فداء لك. أساساً كيف المعصوم يفدي نفس الشخص ليس من المعصومين الأربعة عشر؟ أولاً الإمام مستعد يفدي نفسه من أجل الدين والإصلاح، وأبو الفضل العباس عليه السلام اختلط الدين بلحمه ودمه وصار همه الأكبر نصرة إمامه ودينه، ووصل إلى أعلى مرتبة وصار همه وشغله الشاغل مثل هم المعصوم، فبالتالي المعصوم مستعد يفدي نفسه من أجل هكذا أشخاص. وأنت بعد فكر.